طبطب عليك بشك هتقابله يوم القيامة، خليه يطبطب عليك، حبه، ارتبط بيه. كان صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، دون يبقى ابن عم النبي، كان بيأذي النبي أذية في مكة وهو قريبه. يوم فتح مكة ما بقاش عارف يعمل ايه، لقى النبي قدامه، يا ترى هيعمل فيا ايه؟ ففتح له النبي ذراعيه وحضنه، يقول فحضنني حضن العم فامتلأ قلبي بحبه. تخيل لو النبي كان حضنك، تخيل انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان احن الناس على الناس، كان اكثر الناس تسامحا، كان اكثر الناس حنية، كان يشوفك يعرف امكانياتك وقدراتك، صدق يبص في عينيك يشوفك كده يعرف انت امكانياتك ايه ويوجهك لامكانياتك، يقولك ارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في الحق عمر، واكثرهم حياء عثمان، وامين الامه ابو عبيده بن الجراح، و